ايه ده انت مستني حد؟ لا خالص، استني اروح اشوف مين. قتيل وتمشي في جنازته؟ ما انت قتلت ابويا ومشيت في جنازته، هي اختك احسن من ابويا. انت تعملي فيا انا كده؟ اشرب يا صلاح وبكيف. ابوك كان عايز يقتلني، ضرب عليا نار. المسدس كان صوت. وانا ايش عرفني؟ انا قتلته وهو بيصلي؟ ابوك كان تاجر مخدرات وانت اكتر واحد عارف. انا كنت بقضي واجبي. وانا كمان كنت بقضي واجبي. اختك فرع مايل في عيلتكم، ما اقولكش هسيبك مغفل. انت ازاي كنت قادره تقولي بحبك؟ ايه دي بقى الحاجه الوحيده اللي عمري ما ضحكت عليك فيها. اه كنت بحبك، بس لما عرفت انك انت اللي قتلت ابويا قطمتها. ربنا ينتقم منك. ربنا ينتقم منك. انت ضيعتيني. انت اللي ضيعتيني. انت عايزه مني ايه دلوقتي؟ جاي تتفرج عليا وحبل المشنقه حر رقبتي؟ عايزه مني ايه؟ جاي اتفرج على اللي يتم اخواتي ورمل امي وحرمني من احلى حاجه في الدنيا. عارف هي ايه؟ ابويا. عارفه انا نفسي فيها يا منى؟ اشرب من دمك. اه بالحق يا صلاح، البدله لايقه عليك. هي صح من غير دبوره بس حلوه. مبروك. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زينب؟ الحمد لله. ان شاء الله تسلم يا اخويا. ازيك انت؟ انا تعبان قوي. البيت من غيرك ظلمه. ومن غيرك انت كمان البيت مش هينور الا بيك. اديني جبتها لغايه عندك بقى حاجه. يلا يلا قوم روح بقى وارجع بيتك. لا يا شوقي، انا مش هطلع البيت غير لما امك تسامحني. مسامحاك. سامحاك يا اخوي. وانت كمان لازم تسامحني. أنا اللي غلطت، ما عرفتش أحافظ عليك. كان لازم أخليك ما تعملش اللي أنت عملته ده. يعني بجد يا زينب، أنت دلوقتي مسامحاني من قلبك؟ أي أنا ماليش في الدنيا دي غيرك يا تمام. يا إيه؟ يا أستاذ تمام. يلا يلا يا حاج بقى، يلا قوم روح بيتك معانا. والله كبرت يا شوقي وبتصالح امك على ابوك. بس فضل حاجه واحده كده، كنت عايز رضاك. عارفها وموافق يا ابني على جوازك. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا. الله، امال فين عيش؟ سبقتني يا اخويا على البيت كده. طب يلا يا شوقي، خد امك وزبونا انتوا كمان على البيت. انا هختلي بنفسي شويه وهحصلكوا على طول. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتنوري بيتك يا زينب. ربنا يخليك. السلام. الف حمد وشكر ليك. الف حمد وشكر ليك. Thank you.
امشي ايه يا زباله التوابل؟ واقفين هنا ليه؟ يلا هذا التوابل امشي يلا. موقف الحمير اتنقل من هنا يلا امشي. فيها يا دكتور؟ امشي لما اقول امشي تمشي. خلاص يا بابا مش مستاهله يعني. الله اوعى بس انت. شوف يا ده انت اهو احنا بطلنا حكايه الحقن والبرشام دي. اي مخلوق فيكم هيعتب هنا وعايز برشام من غير روشته انا هبلغ عنه البوليس احطه في السجن. يلا يا حبيبي ورينا عرض كتافك انت اهو. يلا يا حبيبي الدار ورينا الحلاقه. تامر افتح لك زخان هات الطبنجه من جوه. حاضر يا بابا. فين يا استاذ دليل اثبات كفاله اليتيمه مريم؟ اذا سمحت لي الهيئه الموقره التاجيل لتقديم المستندات والاستعداد. يا فندم انا والد الطفله بالتبني في كل الاوراق الحكوميه الرسميه وهم ما عندهمش اي دليل بيضيعوا وقت. لا عندي الدليل. اتفضلي قدميه. حضرتك انا ما اقدرش اتكلم الا في وجود الطفله مي. هاتوا البند. فين الطفله مي؟ مي يا حبيبتي انت كمان وحشتيني قوي وحشتيني قوي يا مي حبيبتي. ايوه يا استاذه ليلى الطفله موجوده اهي اتفضلي اتكلمي. خلاص يا فندم ماليش طلبات انا كان نفسي اشوفها بس واديني شفتها. سعاده الرئيس استسمحكم عذرا ان يكون حديثي اليوم عن المشاعر الانسانيه. القانون ونصوص القانون لا تتماشى مع حقيقة الواقع. موكلتي لقت البنت دي وأودعتها الملجأ لأنها خايفة من المجتمع، خايفة من الناس وكلام الناس. اللت والعجب جامت البنت منين والبنت دي بنت مين؟ هربت من كل ده لكن رغم ذلك لم تنقطع عنها أبدا طيلة 9 سنوات. جيب لها الأكل والشرب واللعب حتى عيد ميلادها كانت بتعمل لها عيد ميلاد كل سنة رغم إنها ما تعرفش اتولدت إمتى. كان عيد ميلادها هو اليوم اللي أودعتها فيه الملجأ. المدعى عليه تقدم بطلب للملجأ بكفالة اليتيمة مي وهذا حقه وجزاه الله كل خير، لكن ليس من حقه إنه يمنع أم إن تشوف بنتها. ليس من حقه إنه يمنع مي إنه تقول لها يا ماما. هي اللي ربتها، مفيش حضن تاني أدفأ من اللي ربتها. سعادة الرئيس أنا عشان كده النهاردة بترافع عن المشاعر الإنسانية. إذا المحكمة قضت النهاردة فقدوا عدلا بمشاعركم بوجدانكم بضمائركم. أخذوا عدلا بحقية موكلتي للطفلة مي وشكرا. وأنا يا فندم من ناحيتي ما عنديش مانع لو ده في راحتنا.